أهلا فيكم مشاهدينا من جديد. بيشكل الجيران في معظم الأحيان عائلتنا الثانية، خصوصا إذا كانت تجمعنا فيهم علاقة طويلة وعشرة سنين، بنقضي أكيد وقت معهم، بيعزمونا نعزمهم غيرك طبعا أكيد. لكن ماذا لو كانوا الجيران جدد؟ أكيد في قواعد معينة لازم نلتزم فيها ونعرفها في تعاملنا معهم. معنا اليوم في الاستوديو الأستاذة قانتة العربي، مستشارة دولية في فن الاتيكيت والضيافة. أهلا وسهلا فيكي، وصباح المساء الخير. مساء الخير في استوديو صباح الخير يا عرب. يا أهلا وسهلا فيك، وكثير سعيدة أني موجودة معك اليوم. نورتينا، الله يسلمك يا رب، وصباح الخير لكل المشاهدين. تسلمي. طبعا في مقولة بتقول اكسبي ود الجيران عشان تعيشي سعيدة، هل هذه المقولة صحيحة ولا لا، أو تتفقي معها ولا لا؟ والله مو في كل الأحيان، لأنه الواحد لما ينتقل مثلا بيت جديد أو عايش مثلا في مجمع سكني، أهم شيء راحته هو طبعا، ويعني تختلف على حسب الشخصيات اللي احنا عايشين معاها، وعلى حسب كل واحد ومزاجه وكل واحد عاداته، يعني تختلف الثقافات، تختلف العادات. هل هو مثلا بيت التمليك ملك للشخص، أو هو صحيح. أجار، أو هو يتنقل كل فترة وفترة. لو بيت تمليك الواحد لازم يحرص أكثر، طبعا يتعرف أكيد على الجيران. أكيد، وكمان لازم نحترم الثقافات والبيئة اللي احنا عايشين فيها. وكمان علاقة الجيرة مع الأشخاص في المدن غير القرى، فتختلف الكثير. ممكن في القرى تكون في علاقة حميمية أكثر، بس المدن تكون شوية أنه فيها تحفظ أكثر. المخاوف اللي ممكن تواجه الشخص لما يجي ينقل بيت جديد؟ والله المخاوف كثيرة صراحة. يعني مثلا نفترض أنه أنا اليوم انتقلت على بيت جديد ومبسوطة ومستمتعة باللحظة وبالبيت الجديد ونغيرت المكان، ولكن في شيء مرة ضروري أنه إحنا ممكن ننساه شوية، اللي هو مين هو الجار اللي أنا راح أسكن بجنبه، مين يكون راح يكون في الدور العلوي في الدور السفلي. ليش مهم الواحد، أو ليش في مخاوف بتواجهنا؟ والله صراحة المخاوف لأنها تقلق راحتك، تقلق إقامتك في هذا مثلا خلينا نقول المنزل أو البيت، خصوصا الصراعات، النزاعات زي تحريك الأثاث مثلا، مثلا لعب الأطفال، الصوت العالي، أحد مثلا يتعدى على خصوصيتك مثلا. هذه المخاوف طبعا صراحة تخليك في توتر، تعيشي في قلق. طب هل التعامل مع الجار القديم نفس التعامل مع الجار الجديد؟ يختلف. يعني هل في تعامل واحد لازم الواحد يعني يحط حد معين أو لا؟ والله علي يختلف. يعني أحيانا مثلا إذا عندك جيرة طويلة مع مثلا جار 5 سنين، 10 سنين، 20 سنة، تختلف على الجار الجديد. الجار الجديد له خصوصية وله تعامل، فلازم إحنا نتقن فن التواصل مع الجار الجديد عشان يحس إنه مرتاح شوية. طب غير ما خوفنا من الجار، إحنا كجيران يعني إيش أبرز الأشياء أو أهم الأشياء لازم ننتبه عليها عشان ما نكون إحنا جيران مزعجين؟ صراحة في كل العلاقات الاجتماعية وخصوصا علاقة الجيرة مع الناس لازم نتعامل بأخلاق حميدة وبإتيكيت. عندنا الإنسايد إتيكيت والأوتسايد إتيكيت، يعني في مثلا إتيكيت داخل البيت وخارج البيت. داخل البيت أنه أول شيء نحترم وقت النوم ووقت الراحة، عندك قبل الساعة 8 صباحا هذا وقت النوم، عندك بعد الساعة 10 ليلا كمان وقت النوم. يعني مش فجأة بعد وقت النوم نركب لوحة مثلا، يعني دق المسمار على الجدار والدريل، المكنسة الكهربائية، لعب الأطفال، لازم يعني أن نحرص أنه نوعي الأطفال أنه ما يلعبون كثير بصوت عالي زي كذا. عندك كمان صوت الأغاني، ريحة الدخان، مزعج، هذا داخل البيت. وخارج البيت، أما الأوتسايد هوم يعني خارج البيت، أول شيء مظهر البيت لازم يكون أنيق. يعني مثلا المساحة الخارجية اللي عند الباب تكون نظيفة، تكون مرتبة. ممكن تحط القمامة مثلا. بالضبط بالضبط، القمامة لها مثلا وقت معين، أو أنه تطلع مثلا برا في توقيت معين، في شخص يعني يعني مختص بهذا الشيء، حارس العمارة مثلا. أول شيء لما يجينا الجار الجديد، إذا قابلناه مثلا صدفة في المصعد مثلا عند باب العمارة، في مواقف السيارات، أول شيء نبتسم، تعرفين باسمك، تطلبين
اسمه هو مثلا بلا باقة، يكون في مفاتيح حديث معينة انك مثلا تعرفيه بالمكان، في مدرسة هنا، في جنبنا مشفى، فيها سوبر ماركت. لو شخص كمتقبل، لو لا عادي نعطيه مجال. اذا هو متحفظ طبعا احنا نحترم المساحات الشخصية. وفي كمان بودي لانجوج مهم، انا دائما اركز على لغة الجسد، لازم تكون اوبن، لازم تكون مرحبة بالشخص الجديد. وحتى لو مثلا احنا نعرض عليه انه نعزمه في البيت، ما نعرض على طول، لازم نشوف الشخص، نشوف نمط حياته كيف، توقيت عمله، دوامه. بس هل مهم يكون في بين الجيرة عزايم؟ مو ضروري، لا مو ضروري. ارسل لها اكله، ترسل لي اكله، لا على حسب. هذه زمان، هذه زمان. الحين احنا عايشين في عالم افتراضي، وعالم الافتراضي خلق حدود وخلق عوائق. وصراحه هذا الشيء هو انا اعتبره شخصيا مش كويس، لانه زمان كانت الناس تساعد بعض أكثر طبعا، لانه أكثر. لانه من فوائد العلاقات الجيران مع بعض انها تعزز المساعده. يعني مثلا انا مره كنت مسافره وكان عندي سمك في البيت، فقاعده افكر مين اللي يرعى لي السمك، فكان الجيران لسه ما تعرفت عليهم جديد، فسلمتها للحارس فاعتنى فيها، بس للاسف ماتت بعده، ما عرف ياكل السمك. عشان كذا كنت حسألك انه ايش فوائد التعرف على الجيران؟ احنا تكلمنا على اشياء شويه سلبيه ولازم نهتم فيها ونحرص انه ما نسويها، لكن هل في فوائد فعلا؟ والله صراحه في فوائد كثيره. اول شيء تبني علاقات جديده، تتعرف على ناس كمان، على ثقافات جديده. يعني مثلا انا مثلا تعرضت لحاله مرضيه في يوم من الايام، فما لقيت مساعدة لأني كنت جارة جديدة وما عندي أرقام الجيران. فصراحة جلست ساعتين وأنا في البيت تعبانة ومريضة، فإلين جو أقاربي بعدين أخذوني للطوارئ. فقلت المفروض أنه الجيران. طب بعدها حرصت أنك تعرف حرصت على الجيران؟ لا، حرصت أني أنا أبادر أني أعطي رقم الجوال حتى لو ما كان في تواصل، بس للضرورة. للضرورة أنه المفروض أنه يتبادلوا الأرقام، سواء الجيران الرجال أو السيدات، للضرورة للمساعدة. أكيد 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 طبعا. خصوصا في نقطة مهمة، إذا كان في العمارة مثلا جيران، إذا كان في طبيب، إذا كان في محامي، إذا كان في مستشار، تعرفي الجيران بهذا الشيء طبعا. ولكن الجار الثاني مو لازم يأخذ هذا الشيء يستغل النقطة هذه وأنه يطلب منه الخدمة هذه مجانا. فهمتك، لازم نحرص. يعطيك ألف عافية، جميل الموضوع، شكرا لك. يعطيك العافية. والآن مشاهدينا حنشوف نصائح أكثر عن طريقة التعامل بين الجيران.